وطبعا زي ما هو قال بالظبط، يعني ان الافاعي بتتغذى عن اللحوم وبعيده كل البعد عن الخضروات وخلافه. وطبعا يعني احنا متعودين اساسا على الثقوب السوداء دي من سنين، يعني لسه نيجي النهارده بقى نقول استاذ حاتم نجيب اهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين وكل متابعيك أينما كان. انت حضرتك كنا بنتكلم عن الثقوب اللي في الطماطم وكده، فانت رأي حضرتك ايه برضو من وجهة نظر حضرتك في الموضوع ده؟ اخي العزيز، طبعا تعلم جيدا ان احنا الشعب المصري بياكل بعينيه قبل ما ياكل بلسانه. طبعا. ولكن احنا شكلنا لجنه لحقيقه هذا الامر. وطبعا اللي ما اشيع في السوشيال ميديا في الاونه الاخيره طبعا هذا عاري تماما من الصحه. طبعا. المنتج بتاعنا الطماطم امن 100%. احنا اذا كان المحصول الطماطم اللي كان تاثر في درجات الحراره وتغير المناخ في الشهور السابقه، احنا طلعنا واكدنا وقلنا كان عندنا تراجع في الانتاجيه، كان عندنا تاثير سلبي على المنتجات الزراعيه وتحديدا الطماطم والمنتجات اللي هي الاخرى زي الخيار والكوسه والفلفل اللي بتتاثر بدرجات الحراره. لكن ما يتردد الان من شائعات على ان في لدغه الثعبان او شيء من هذا القبيل، هذا الكلام عاري تماما من الصحه، لان احنا عندنا الطماطم المزروعه في العروه الشتويه المبكره كلها الحمد لله السنه دي جايه حاجه عظيمه جدا، حاجه منتجات عاليه الجوده. استاذ حاتم، هل ده ممكن يكون الشائعات دي ممكن تكون سبب في نزول الطماطم ل 10% و20% من سعرها؟ مش بالظبط، او الخضروات بشكل عام، زياده المعروض من الانتاج والاتاحه اللي موجوده داخل الاسواق بكم كبير. الشائعات دي ما لهاش اي مردود غير مردود سلبي، يعني احنا ممكن هذه الشائعه ممكن تضر بسوقنا التصديري، فده احنا بنقول ليه لاهالينا ان ما تنسقوش ورا الشائعات دي. اولا احنا ما عندناش طماطم فيها لدغه ثعبان ولا الكلام ده، الطماطم ممكن تصاب بالسوسه والسوسه دي بتعدم داخل الارض عند الفلاح، طبعا ما بينزلهاش في الاسواق لان ننزلها في الاسواق لا تصلح لتتباع اصلا، دي ما تنفعش تتباع. وبعدين النسب اللي بتبقى موجوده داخل المنتج ما تتجاوزش 0.5%، نص يعني ما تكملش 1% حتى. فاحنا بنقول لاهالينا وكل الساده المواطنين منتجنا الزراعي امن 100% وتحديدا الطماطم، ما اشيع وما تردد في السوشيال ميديا في الاونه الاخيره، هذا كلام عاري تماما من الصحه، ولن يجد ما عندناش في السوق المصري منتج فيه اي ضرر على صحه الانتاج، بل بالعكس كانت الشائعه على البطيخ العام هذا العام، كانت شائعه على البطيخ على الخوخ العام الماضي، وطلعنا احنا نفيناها. احنا شكلنا لجنه في داخل الاراضي الزراعيه من الشعبه، ونزلنا داخل الاراضي الزراعيه والاسواق الجمله واسواق التجزئه والاسواق العشوائيه والباعه الجائلين، لن يرد الينا اي حاله حد تضرر من اكل الطماطم، حد حصل له حاجه عشان خاطر تناول طماطم. احنا بنقول لاهالينا اطمئنوا، بالعكس احنا عندنا كم من المعروض هيبقى زياده، وعندنا انخفاض سيصل من 50 ل 60% في الشهور اللي في الشهر القادم نتيجه زياده العروات الزراعيه من محافظات صعيد مصر والمحافظات القناه زي اسماعيليه والشرقيه. بنقول لاهالينا احنا قادمين على انخفاض وزياده انتاجيه الخضره، الكابوتشا، الخس، البتنجان، البطاطس، كل المنتجات الزراعيه فيها وفره في المنتجات الشتويه القادمه. لماذا؟ لان انا عندي مواسم زراعيه هتكون في داخل الاسواق تؤدي الى اتاحه ينعكس على ده بانخفاض الاسعار. اهالينا لازم يبقوا فاهمين هذا الكلام. اللي بيتردد ده شائعه تضر للفلاح وتضر سوقنا التصديري، لان خارج مصر الناس بتتفاعل مع السوشيال ميديا وبتقرا هذا الكلام، لما احنا بنقول كده في مصر يبقى اللي بيستورد مننا يقول لك طب لا ده المنتج بتاعهم ده بيقولوا فيه كذا ومسمم ومسرطن وهذا الكلام غير صحيح يا فندم. طبعا. فاحنا بناكد على هذا الكلام ان احنا منتجنا امن، حتى وزاره الزراعه طلعت امبارح يعني احنا نفينا، وزاره الزراعه مشكوره طلعت نفت. استاذ حاتم نجيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المداخله المهمه دي، وكلام واضح ان طبعا لا اساس من الصحه لهذه الاشاعات، وان احنا الحمد لله الطماطم احنا كده كده اساسا الثقوب دي موجوده من مئات السنين يعني. فطبعا مش اي اشاعه ان احنا نحاول يعني ايه نصدقها او يعني ايه ننشرها.